هذا قلنا نفرحوا وي خويا. لا شوف والله اذا مزيان. شوف نقول لك انا قلت لك كيف بزاف ديال الكاميرات، وانا قلت لك من داك داك سميتو ديال الانتصار، حيت الا كان الا داز عام ثاني سميتو غادي شي، ولكن مزيان حيت واحد القضيه انت تبارك الله كعرف راه البارح سيتي اتوندي داك الشيء اللي غايديروا المصريين. وي 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 سيتي اتوندي، يعني انا شخصيا ما استغربتش. لا لا هذاك الشيء طريقتهم، هذيك طريقتهم هكا كيلعبوهم. وعندهم لاعبين مجربين. وي وي ولعبوا معنا الي روتور في الي روتور هاك الي روتور الي رو يعني لعبوا معنا سيفيزامون بحال بغيت تقول قراونا. بحال شي ولاو بحال شي فرقه البطوله. الله يعطيك الصحه، ولينا كتاب بالنسبه لهم، ولينا قراب لهم مزيان، تيعرفونا مزيان. ها وعارفين الرجا اذا قعدتي لها اللون كتعرى كتطلع كلها كتبغي تماركي، وكتخلي كتخلي الفراغات اللون، كتخلي الفراغات اللون، وهذيك هذاك هو اللي هذاك هو اللي كنت خايف منه انا اللي نمشيو نصيدو نمشي. راه كانوا كي راه كانوا دراع، عتقنا غير واحد الكره عتقنا زنيتي يا صاحبي. واحد لا شوف زنيتي السي يوسف خصي يجددو معاه. واش يا اخي واش مازال فيها الهضره اخويا رضا؟ مسألة راه مفروغ منها. خلينا وفراتك واحد القضيه، راه هو قال لهم تعطيني فلوس ياك. قلتو مع شي وحده شي منخدم قنعوه يعطيه واحد الطرف، قال لهم اودي اعطوني طرف من الفلوس ديالي. واه صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، هادشي هذا هو المعقول. او ما يعطيه والو. وحقو هادشي باش الناس كيتسال زباله الفلوس، راه ماشي شويه. وشوف انا اللي كيعجبني في داك لا فورس دو كاركتر ديالو، تصور هادشي هنا وكيلعب لك الماتش وكانه السيد راه مخلص كلشي لي بري ديالو. ان بروفيل دو كابيتان. الله يعطيك الصحه، فوالا خير يعني. جات معاه اذا دار الشلويطه جات معاه. سعيد من راقي. واحد الحراره باش كيلعب اصاحبي، واحد الحماس. فوالا ويلي رانا ما نكذبش عليك والله، على ملي كتقول شي واحد راه انا واحد السيد سيتا بون سيتا فرونكو ماروكان جا عندي مسكين هنا كان معايا راجل كبير، كان انسبكتور ديالنا في سميتو في كنت في بورج، ملي كنت كنقرا في بورج. عرفتي شنو اش غنقول لك؟ شاف ملي قلت ليه عاودت ليه قلت ليه ودي هو كيقول بي اس جي، عاود قال سي با بوسيبل قلت ليه وي اش كيتسال ولا شي، ومن شافوا الماتش اللي لعب قال لي سي با بوسيبل. ما يمكنش انسان كيتسال الفلوس ويلعب بهذيك الحن النفس. اكزاكت. وعاد ما قلتيش لي واحد الحاجه، كون قلتي لي راه الكونطا ديالته سالات. هذه نسيتها والله الا نسيتها، هذه نسيتها. غادي يتسطى غادي يقول كل بي سي با فغي. وهذا الكلخ ديالنا وحق الله اخويا، شوف انا ما فهمتش ما نكذبش عليك، شتي هاد الاندلسي كان يمكنو يجرب مزيان، ياك انت غير دو باساج ياك. اموال عندك طموحات، مي انت كتقول لك دير دو باساج وانا يقول لك جي انت علاش اخويا ما ديرش مزيان؟ علاش بوكو ابو زاد انا سميتو الفو اوموا نقص هذاك، حيد هذاك السيد نحيدو. وي خليتي هاد لابري مثلا ديال لاكاف. اجي اخويا على ذلك نعطي واحد الطرف لزميتي باش نعاودو معاه. وي ما نطلبش شي حاجه، يعني راه كان كثر من راجل مزيان معاه. وهادشي راه ما غايديروش نابورت كان سيرس، غايديروا الانسان اللي كيبغي الراجل السين، ولات الراجل ساكن اللي في الدم ديالو. وياه يعني كان يمكن يمشيو دابا هو حاليا يمكن يسمي فين ما بغا. وياه انا 36 بقات يومين، دابا هو عندهم 6 شهور في القانون، 6 شهور قبل ما يسايل العقد. ولكن ملي كيسايل الموسم، يعني كيسايل الموسم يعني ماشي رسميا، ولكن الموسم حسب الموسم الرياضي كيسايل في 36 نورمالمون. ولكن الا البطوله تعطلات وفاتت 36 كيبقى حتى كيسايل الموسم، ماشي مشكل حتى تسايل البطوله. ولكن 36 هو نهايه الموسم قانونا من ناحية القانون، فهمتي؟ خلي الواقع قانونا، دونك راه كيولي حر يسيني فين ما بغى فين ما بغى. ما يحتاجش يعلمك، نهائيا. فوالا اكزاكتومون. نتمناو من الله يهديهم الله ودي يفكهم هذا المشكل، اولا المنخرطين بيناتهم يتعاونوا ويجمعوا شي فليسات. شوف دابا واحد القضيه ما عرفتش ربيتي ديال بلا سيوس ولا لا، وانا متعاقد معاك نقول ان جماهير الوداد فهموا بداو كاين بزاف الناس فهموا ديك اللعبه، راه دابا لاحظت في دو كريسيت ديال سيدي ديك ولاد وورد فاميلي.
انتم دابا خرجونيش، قال لك ودي حنا ما عندنا ما نديروا البطولات، اللي هو هذا السيد هذا كيضحك علينا بهذا الشيء هذا، لا ما بقيناش باغيين البطولات. هادشي اللي كنا كنقولوه تيقول لك راكم بزاف عليكم راك الاسم. الله يعطيك الصحه، دابا ما فهموه حنا. شوف بدات العيد ديما كنقولوا السيس راه كاع دوك لي مابليك تي كدير، اودي حنا بغينا كره القدم تكون نقيه، البلاد باش تزيد بها البلاد قدام، ولي يكون ديك العداله الكرويه، واللي ربح اللي ربح هذاك زعما نفرحوا ليه كما كنا. ويكونوا بجوج، يكونوا بجوج يكذب عليك كذاب اخويا رضا. دابا في المغرب، في المغرب يكذب عليك كذاب اللي يقول لك الوداد بلا رجاء ولا الرجاء بلا وداد. دابا شكون كيتنافس معانا؟ هيا حيد الوداد، حيد الوداد، وراه حنا دينا البطوله شحال هادي، حنا هربانين ب 10 نقاط على الثالث. واش فهمتي نقول لك؟ راه الوداد هي اللي كتنافس معانا، وكذلك حنا كنتنافسوا مع الوداد. راه ضروري كل واحد فيهم، كل واحد فيهم محتاج للاخر، كل واحد محتاج للمنافسه، ولكن تكون منافسه شريفه وبعيدا عن لغه الكواليس. ضروري الكواليس وبعيد على التحرميات كذا هذاك هذاك سميتو هذا. للاسف مع الاسف دابا إل باري نادولي البريزيدون ديالهم، انا واخا شويه بعيد صعيب باش سميتو انا دغيا كي ما عرفتش كيفاش كيدير لهم مي اللي دابا اللي كنشوف نادولي العام اللي فايت، لا العام اللي فايت جوست ابري الهزيمه ديالو مع الاهلي ليه دار حق هذيك الرساله من تماك وهذا، والناس حكى بقى فيهم ولا كيبكي عليهم، كيدوخهم بالنتائج، كيدوخهم بالنتائج، كيبقى المشكل هذا مشكلهم على كل حال، كيدوخهم بالنتائج. حنا لا راه كتشوف حنا جماهير الرجاء متميزه، جماهير الرجاء الرجاء رابحه، وكنخرجوا كننتقدوا اللي كانت حاجه باش الفرقه تبقى ديما في السكه الصحيحه وتبقى دائما كاين هناك واحد صعيب. خلي هذا كيقول لك صعيب باش الرجاء، باش الجمهور الرجاء يضحك عليه شي واحد. وياه وخويا رضا كنشكرك اخويا على التدخل ديالك وتحياتي ليك ومبروك علينا جميعا خويا، تبارك الله عليك. شوف الله يبارك دابا نعيط عليك باش غادي نتقرا معاك. الله يا ودي والله الا كنتسناها بكل فرح. والله العظيم سافا ما توحشتك بزاف والله العظيم. صافي غير انت عيط لي، انا جالس دابا ما عندي والو، عيط لي انا معاك في البلاصه ما كاينش تخرج. صافي الله يحفظك. تهلا وسلم لي على الوالد. يلا شوف راه شوف راه واخا كنقول ديما نتبعنا دوك لي لايف ديالك. الله يعطيك السي، الله يحفظك خويا رضا، الله يبارك فيك، عانك الله، تبارك الله. صافي بليزير لنا. شوف راه قلت لي واحد الحاجه في هذا اللايف ديال هذا ديال فاش كطلب الناس باش يساهموا في ذاك سميتو القناه. نعم. قال فبري راه ما كاينش، راه الراجل خصها مناظر اللي تهضر عليها. ما كاينش، ما كيهضر على حد، ما كاين اللي كيدقدقها. الله يرضي عليك. عاد كاين جوج الانواع خويا رضا، كاين النوع اللي كيدقدقها هما الاغلبيه، وكاين واحد الاقليه عرفتي شنو كدير؟ كتستغل الاقبال والجماهير الكبيره باش كتستغل مشاكل الرجاء باش دير متابعه ودير ارباح. دوك المنابر الاعلاميه، دوك القنوات، دوك المواقع. شوف راه كيهضروا على الرجاء ضروري، ما خصهم يهضروا على الرجاء ضروري. شوف هذوك القنوات دوك المواقع الاذاعيه كلهم الرجاء، وقعت للرجاء الرجاء، استعداد الرجاء، استحقاق الرجاء، ظلم الرجاء، ديما خدامين بالرجاء. دونك دارو مع شكون هذا الشرع الثاني، الرجاء تتسبب في استقالة مدرب. إلا مدرب جاي. ما خبرش كيقول، يعني المدرب ديال الرجاء راه عيدو. كيحطوا لك التصويرة كيديروها، أنا قلت هذيك المرة. وسيرت واحد. ما كتبقاش خبرش فيه. واحد الموقع، واحد الموقع راه عنده واحد العلامة زرقاء، اش كيحط لك التصويرة ديال الشابي. ملي كتقرا أنت كتقول أواه واش هادو يجرو على الشابي تسطاو. باش تدخل تدخل كتلقى بان راه كيدعو على المدرب ديال بيراميدز، راه جراو عليه. داكشي اللي كاين وكيهضروا على المدرب ديال بيراميدز. شو ما صاحبي هذا كيتسمى التحايل، هذا التحايل الاعلامي، هذا راه ماشي اعلام هذا. فوالا واش بغيت انا فلوس نربحهم شي حاجه، خدم شي برودوي زوين، ماشي تبقى تكذب على عباد الله. شوف درتي برودوي زوين مزيان، حنا بالعكس نشجعوا اللي كيدير هذا كسميتو، حنا كجماهير نشجعوا مزيان، وكيبدا دير ذاك سميتو باش تحقق انت سميتو، لا ماشي معقول.